FM. الكلمة ليك. نحتفلوا بملحمة بن قردين عام على الملحمة هذه اليوم 7 مارس 2017. معنا الأكثر تفاصيل جمال فريعة مراسلنا من على عين المكان. مرحبا بك جمال. صباح النور، تحية ليك، تحية لكل المستمعين في هذا البث المباشر. اليوم بن قردين 7 مارس 2016 تحتفل بملحمة اللي صد فيها الأمن وأيضا المواطنين على الدواعش في بن قردين. اليوم بن قردين تغني كل الكلمات، كل الجمل الجميلة، وأيضا رئيس الحكومة سيد يوسف الشاد والوفد الوزاري اليوم في هذه الملحمة محمد بن قردين. معنا وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطربيسي. أهلا وسهلا بك صباح النور. النور، أهلا وسهلا. اليوم في اليوم الثاني في الزيارة ولاية الاثنين، اليوم تحتفلوا بملحمة بن قردين، وأيضا هناك عديد الإجراءات خاصة للشؤون الاجتماعية سيد الوزير. بالضبط، يعني موجين قبله تم أولا كما شفتوا معناها التهويض لشهداء وجرحى الثورة، جرح أحد المعركة البطولية ضد الإرهاب، ملحمة البطولية ضد الإرهاب في السنة الماضية. وكذلك عندنا تشغيل أيضا واحد من عائلة، من كل عائلة في ضحايا هذه العملية الإرهابية، إضافة إلى منها فتح دار خدمات كما فهمنا بدينا توقع ديني بنو فيها في بن قردين، ولكن أيضا ما استنيناش، اتفقنا مع طبيب على أساس أنه 3 مرات في الأسبوع تبدأ معناها الإجراءات ما يتعلق بالإنام، تبدأ وكأنه مركز موجود، لأنه مركز موجود بانتظارها فتح مركزتين إن شاء الله في أواخر شهر مارس، يكون عندنا فعلا دار خدمات متكاملة فيها كل التخصصات وكل خدمات الضمان الاجتماعي. شوف احنا المعطيين، تشوف الاجراءات اللي قد اتخذتها في مخصص تسريع وتيرة التشغيل، ولكن ايضا تم معناها البرنامج ايضا للمبادرة الخاصة، ولكن بالخصوص نحن اليوم في المجال الاجتماعي عندنا ناس اللي هما ضحاوا، ناس اللي هما معناها كانوا ضحية عملية ارهابية، وتساعدناهم الأولوية، ثم بعد ذلك أعتقد وأنه بقية الخدمات إن شاء الله نحن هنا من أجل استماع لكل الناس ومن أجل إيجاد الحلول الملائمة كما وعدنا وقت اللي جينا المرة الفاتحة. شكرا لك محمد الأتربيسي وزير الشؤون الاجتماعية، كما حكيت لكم وأيضا نبيل، تحية لك وتحية لكل الزملاء. بطبيعة الحال اليوم منذ الآن تنطلق زيارة الوفد الحكومي مع رئيس الحكومة شغل الأساد، الانطلاق من المنطقة الصناعية بن قردين، ثم رأسي جزيرة تنطلق الاحتفالات، وأيضا بالخيول، وأيضا تكريم الأمنيين في انتظار أي. حسب ما يبدو التحاق وزير الدفاع ووزير الداخلية مع الرئيس الحكومة ووفد الوزاري، وتنطلق ملحمة بن قردين اليوم. حبيت فقط إشارة نبيل في هذه التغطية الخاصة أنه بن قردين اليوم هناك كل المؤسسات العمومية وأيضا الخاصة مرتاحة نظرا لهذه الملحمة، وأيضا مغلقة. الاحتفال الاحتفال بهذه الملحمة، ملحمة بن قردين. جمال نعم. يهمني نعرف نعم. الليمور جينيرال متاع الناس غادي لجماعة بن قردين، مرتاحين مش مرتاحين، فما شوية احتجاجات، ما فماش، متقلقين، عندهم مطالب، احكيلي على الجو العام غادي في بن قردين. الجو العام، انا كنت الجو العام المواطنين في انتظار رئيس الحكومة، في انتظار ايضا ماذا سيأتي رئيس الحكومة الى بن قردين. هناك ارتياح ذات الحال، والجميع اليوم قد شفنا وجه اخر لبن قردين، خاصة المواطنين، ثم كل ما وجوههم بسوسة بهذا اليوم الجميل، يوم 7 مارس 2017. اليوم كما حكينا يبغوا مطالب، لكن المطالب هذه بعد قليل عندنا يكون رئيس الحكومة في بن قردين بعد الزيارة إلى رأس الزير، تكون المطالب. وكما حكينا وزير الشؤون الاجتماعية، معناها هناك منطقة لوجستية ومنطقة صناعية، عديد المشاريع اللي يقر بها رئيس الحكومة البارح في الزيارة الأولى، وأيضا اليوم نديم وفد حكومي معاه رجال الأعمال. سمعت جميل صحيح الكلام هذا؟ وفد حكومة رجال الأعمال في الحال، وأيضا حتى البارح في جلسة مضيقة
في احدى النزول اين اقامه رئيس الحكومه، هناك جلسه مع اعمال وايضا مع هو سيد مدير عامين تاع البنوك، وهناك عديد الاجراءات ان شاء الله في هذا المجال حتى على الاقل كما قال مواطن بس معناها في الشارع في بنجردان ان شاء الله يجيبون التنميه والتشغيل، ليست معناها تكون قرارات معناها قائمه وقرارات تكون معناها في مستوى جهه بنجردان وايضا جهه ولايه مدين. هل سيتم تدشين نصب تذكاري للملحمه جمال؟ اكيد بس يتم تشييع نصب التذكاري وايضا زياره مقبره الشهداء، وايضا هناك استعراض لخيوط الوحدات العسكرية والأمنية، وهناك عديد السماء أجواء كبيرة سنة بتكون فيها في بن قردان. شكرا لك جمال فريعة مراسلنا على عيد المكان من بن قردان. الكلمة ليك.